السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مجددا في قناتي، قناة الكاتب عماد الدين زناف. اليوم سأتحدث عن كتاب جديد سأشارك به في المعرض إن شاء الله الأسبوع القادم. ستكون لي جلسة بيع بالتوقيع يوم السبت 28 أكتوبر. مرحبا بكم جميعا من 12:30 إلى 2:30. مرحبا بكم جميعا لكي نتناقش ونتبادل أطراف الحديث حول مؤلفاتي. والكتاب تاع اليوم اللي راح نشارك به ان شاء الله هو كتاب الشفق في اعين البوم. هذا الكتاب عنده ميزه لا توجد في الكتب الاخرى، وهو وميزته هي النوع الادبي الذي استعملته، وهو نوع ادبي نادر جدا. النوع الادبي هذا يسمى بالتعميم العلمي او بوب ساينس. ما الذي يعنيه هذا النوع، او ما هو تعريف هذا النوع؟ عفوا، التعميم العلمي أو ما يسمى بالعلم الشعبي هو نقل مجموعة من المعلومات العلمية المعقدة من طرف العلماء والمتخصصين إلى الشعوب، يعني ترجمة هذه المعلومات أو تبسيطها، أو نكون احنا واسطة بين الطرفين. يهدف التعميم العلمي إلى تبسيط مفهوم المصطلحات في ذهن المتلقي وتعميم تداولها في الوسط الشعبي، يعني الناس يوليو يحكيوا بأمثلة علمية فاهمينها، يفهموا أمور وتولي كما نقول احنا داخلة في الدرجة تاعهم، داخلة في حديثهم اليومي، وهذا يعني يرفع من مستوى الوعي ومستوى الثقافة لدى الشعوب، بشكل يساعد على التخلص من فكرة هرمية العلم التي تجعل المتلقي من عامة الشعب يتصور عدم قدرته على فهم مجالات ما. يعني الناس يخافوا من الفلسفة والرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم التي تظهر أنها صعبة، وفي في الحقيقة هي ليست صعبة بل ومسلية ونحتاجها، يعني نحتاج إلى فهم على الأقل قواعدها بشكل مسل وبشكل سلس يجعلنا نفهم الحياة بشكل عام. يعني فهم الفيزياء وفهم بعض المبادئ الرياضية والهندسية والتاريخ والمنهجيات الفلسفية والمدارس وغيرها من هذه الأمور، كل هذه المعارف يعني العامة تساعدك على فهم الحياة أحسن. يعني في نهاية المطاف تبتعد عن الاكتئاب، لأن الاكتئاب أصله من جهل الشيء. لما تجهل الحلول وتجهل وتولي ما تفهمش وش كاين، ما تفهمش علاش وصاري لي هكذا، علاش وصاري هكذا في العالم، علاش 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 علاش، وش يصرارك تكتئب. يعني ليس هذا فقط سبب الاكتئاب، يعني هناك أسباب عديدة للاكتئاب والحزن والانطواء وغيرها، ولكن من بينها الجهل. علينا أن نعلم بأن كل ما كنت تعرف صحيح تقدر تقدر تكون إنسان، تولي إنسان جدي أو ربما واقعي أكثر من اللزوم، حتى الناس ينفروا منك ربما من واقعيتك المفرطة وابتعادك عن العاطفة ربما، ولكن في نهاية المطاف أنت تعرف أمور لا يعرفها الآخرون ربما تريحك، وربما أمور أخرى تعرفها يعني قد تزعجك في حياتك. يتحقق التعميم العلمي بتطوع الكتاب والصحفيين ومنتجي الأفلام والمسرحيات، يعني الفنانين، وكل الباحثين المتخصصين الذين يحيطون بشكل كاف بالموضوع العلمي المعين. يعني قبل ما نتحدث على الفلسفة أو نبسط الفلسفة، لازم نكون أنا تعبت كثيرا في فهم الفلسفة، أقصد فهم المدارس الفلسفية، لأنه لا نستطيع أن نحيط بكل الفلسفة بكل المدارس بكل التوجهات بكل التيارات وكذا وكذا بكل الفلاسفة، لا هذا مستحيل، لا يعني ماشي مستحيل حقيقة، يعني مستحيل مجازا، يعني تقدر أنه تسخر حياتك لفهم الفلسفة وتلحق أنه تفهم 80-90% منها. نعم، تفهم الفلسفة ليس أن تكون فيلسوف، فرق أنك تفهم تقرأ فلاسفة وتفهم تيارات وتفهم المدارس وتفهم الفكرة اللي جاب بها الفيلسوف الفلاني والمدرسة الفلانية، أما أنك تكون فيلسوف هذا شيء آخر، ولكن باش تفهمها يعني لازم تكون متخصص نوعا ما، وبالتالي كي تفهم المدارس وتفهم التفاصيل الفكرية تاع الفلاسفة
سبب فلسفتهم؟ يعني ما الذي دفعهم لأن يكونوا عبثيين، وجوديين، عدميين، مؤمنين، ملحدين وغيرها من هذه الأمور، وتبسطها للناس باش هما تاني كيفهموا واش فهمت انت. إذا قلنا يحيطون بشكل كاف بالموضوع العلمي المعين ليضعوا أنفسهم وسيطا بينهم وبين القراء هادفين إلى تعميم المعرفة. يعني الهدف الأول من هذا النوع الأدبي هو تعميم المعرفة. ملاحظة مهمة جدا قبل أن نتكلم عن بعض ما جاء به كتاب الشفق، المعلومة عليك أن تعرف بأن المعلومة قد تتغير، قد تتطور، قد يتحول ما كان حقيقة علمية إلى خطأ، أو قد يظهر أو تظهر معارف جديدة. يعني الآن كاين نظريات تقول بأنه الكون لم ينطلق الكون في الانفجار الأعظم. كاين نظريات تقول هكذا، طبعا أنا ما عنيش عارف من المتشرعي لا أدري، ولكن نظرية البيج بانج كانت إلى وقت قريب هي النظرية رقم واحد مثلا في الفضاء الكوسمولوجي، ولكن هناك علماء خرجوا قال لك لا، ربما كان انفجار قبله، ربما الكون كان وصرى يعني الانفجار الأعظم داخل الكون الموجود اللي خلقه ربي سبحانه. إذن هناك عدة نظريات، يعني العلم منبسط منفتح، لازم يكون عندك اسبري سيونتيفيك، يعني يكون عندك مش نقول احنا عقلية علمية يعني مرنة. هذه اللي حبيت نقولها. نقرأ لكم المقدمة ثم نبدأ نحكي قليلا على مواضيع الشفق. هذا الكتاب هو محاولة فكرية وفلسفية لتشريح وتفكيك وتبسيط عديد القضايا الثقافية والفكرية والعلمية والكثير من التحليلات التاريخية وعديد الجوانب الاجتماعية والنفسية. يحمل على يمينه مطرقة تهدم الأفكار المحبطة، الثقافة المريضة والساذجة، الأفكار الخاطئة والأفكار التي لا أساس لها يعني من الصحة، يعني مثل العلم المزيف، حقيقة المؤامرات، وعلى يساره صفحات بيضاء يوزعها على الناس للنهوض بالثقافة والعلم والفكر. ما قرأكمش كلش، قرأكم غير هذه الأسطورة. دوما قسمت الكتاب عفوا إلى 3 أو 4 أقسام. القسم الأول هو باب الفكر. باب الفكر قسمته أو حكيت فيه في عدة مواضيع مهمة ومثيرة جدا، وهي مواضيع مثل ما نقول احنا منهجية. تكلمت فيه عن الثقافة العاجلة، عن الفراغ الفكري، عن الكسل الفكري، عن تغذية الكسل، كيف نغذي الكسل، كيف حتى أصبحنا يعني هكذا كسلة، عن الفكرة وتسويقها، كيف تسوق الفكرة التاعك، عن الحكمة والعبقرية، عن العمل وكأننا عباقرة، كيف نرى السهل الممتنع في الحياة، كيف نرى الثقة، كيف تكون الثقة، كيف نفرق بين ما نريده وما نحتاج، ما الذي علينا اختياره، هل نختار التاريخ، علم التاريخ، أو نختار المرويات من التاريخ. ثم في الباب الثاني دخلت في الفلسفة مباشرة. باب الفكر هو باب منهجي، يعني كيف تختار أو كيف تدخل إلى عالم الفكر والفلسفة والعلوم والدين و كيفاش يكون عندك يعني الوسائل الفكرية باش تقدر تكون عندك القدرة أنك تستوعب المعلومة وتتقبلها وتنتقد وش ينتقد وتقبل وش يقبل. بعد دخلت لباب الفلسفة، تحدثت عن الفلسفة والمسلمين، يعني علاقتنا احنا كمسلمين بالفلسفة، ومن بعد كيفاش تكون صناعة الأب الروحي، كيفاش يكون عندك يعني إيدول كما يقولوا احنا بين قوسين، أو قدوة مثلا في الفلسفة، المعادلات الرياضية والفكر في الفلسفة، المخاطرة في الفلسفة. تحدثت عن نيتش طبعا فيلسوف المطرقة، ثم تحدثت عن العدمية، ثم تحدثت عن السمح والتجاوز، ثم دخلت للحديث عن سقراط وتفاصيل سقراط. يعني كتبت عن سقراط تحت المعاينة، أمور لا يعرفها الناس في تفاصيل أو تفاصيل عن سقراط، ثم عن الإنسان الأعلى ما بعد سقراط، ثم عن نظرة في الأستاذية، كيف تكون الأستاذية، أستاذية العالم والأستاذية يعني العلم وإلى هذا. ثم تحدثت عن المواطنة العالمية أو في طريقنا نحو الكوسموبوليتية،
عن الوقت والحركة. تحدثت عن فلسفة ميكتاو، رجال سائرون في طريقهم. ثم بعد ذلك أدخلت إلى باب ليس أصعب، ولكن باب يطلب منا أن نركز أكثر، وهو باب العلوم. في باب العلوم اخترت مواضيع مثيرة مثل اللغة وكيف انطلقت اللغة ولماذا، وما هو منطق اللغة أصلا. ثم تحدث عن علاقة الفكر اللغة بالفكر. ثم تحدث عن ثنائي وأحادي اللغة، يعني اللي يحكيوا أكثر من اللغة أو اللي يحكيوا لغة واحدة. تحدث عن التكنولوجيا والأدب في باب العلم. تحدث عن ذاكرة العقل والقلب، عن مقياس درجة الذكاء وما مدى يعني قيمتها العلمية. الشفق مكتمل في أعين البوم، لحد الآن بدأ يظهر الشفق في أعين البوم. تحدثت عن البوم قليلا، لماذا يعني اخترت عنوان، لماذا قلت البوم ولم أقول حيوان آخر أو شيء ما آخر. بين الميقات الشمسي والقمري، يعني كيف انتقلنا من الميقات القمري واخترنا الميقات الشمسي، وكيف حدث هذه العملية ولما هي خاطئة. عن الأحقية والتوثيق، عن نحو اللامركزية الكاملة في الاقتصاد خاصة. ماذا بعد غزو الجافام، جافام اللي هي جوجل وأمازون وفيسبوك و ماذا بعدهم. عن سواد الليل بين العلم والروح، كيف نفسر الظلمة في السماء في الليل يعني بطريقة علمية. كيف نتحدث عن موت الشمس بطريقة علمية. كيف نتحدث عن النسبة الذهبية بطريقة علمية. كيف تعلم الإنسان في الأساس، وهذا آخر موضوع في باب العلوم. كيف تعلم الإنسان، من أين أخذ الإنسان العلم وطريقة العلم. ثم في الباب الأخير اخترت بابا ممتعا، وهو باب الشخصيات. تحدثت فيها عن حصاد فكر تلك الشخصيات، عن ابن خلدون، عن عمر الخيام، عن الغزالي، عن جاك دريدا، عن لايبنيتس، عن ميكائيل أنجيلو، عن علي شريعتي، عن إبيكتيتوس، عن ماركوس أوريليوس، عن شوبنهاور، عن حصاد يعني عدة شخصيات مهمة جدا. كل هذا ستجدونه في كتاب الشفق في عين البوم، من أهم الكتب التي كتبتها. وفي الحقيقة الشفق ما هو إلا دفعة للشاب لكي يتلذذ بالعلم ولكي يبحث أكثر. يعني المعلومات اللي في الشفق قد تكون قد تبقى هذه المعلومات ثابتة، وأخرى قد تتطور وقد تتغير. يعني أنت المهمة ديالك في الحياة أنك تبحث ما وراء المعلومة، أنك تكون عندك طريقة علمية وطريقة فلسفية وفكرية، أو كما نقول إحنا الإسبري العقلية. يعني لا تكتفي بالمعلومة ولا لا تكتفي بما أقوله، ولا تكتفي، بل هذا الكتاب هو عبارة عن حثك، دفعك نحو البحث في هذه المواضيع ومواضيع أخرى، لكي تكون إنسانا مثقفا فعالا. ومن يدري، قد يثيرك موضوع ما، وقد تبحث فيه وانت في يعني في انت الان في الجامعة او متخصص في موضوع ما، وتقرأ في الوقت والحركة والوقت مثلا في هذا الموضوع، او تقرأ في اللامركزية، البلوك تشين والاقتصاد، ويثيرك هذا الموضوع، تروح تبحث عليه في جوجل والكتب، وقد تختاره موضوعا في لتخرجك، وقد يثيرك لدرجة أنك تولي متخصص في هذا الموضوع. من يدري يعني هذا العملية أو هذا الكتب وهذا الأمور اللي نقوم بها ما هي إلا تحفيز لكي تخرج ما لديك في 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 جعبتك، أنك أنت تستمر ولا تكتفي. دائما تستمر ولا تكتفي بالكتب التي تقرأها، سواء كانت علمية فلسفية فكرية وغيرها، هي مجرد دفعة لك لكي تستمر. يعني الكاتب أو المؤلف أو الباحث أو العالم أو أي كان يقدم لك المشعل، كما الديميفون، كما العدو يجري 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 يجري، وبعد يقدم المشعل لصديقه وهو يكمل. إذن دائما
ما تقولش باللي هذا الكتاب سأكتفي بهذه المعلومات وكذا، لا بالعكس، هذا الكتاب هو يقول لك ابحث في هذه المعلومات، قد تكون تغيرت، قد تكون تطورت، قد يعني تبقى مؤكدة، يجب أن تتأكد من هذا ثم تواصل في طريقة البحث، تفتح صفحة في الفيسبوك، تفتح قناة في اليوتيوب وتتحدث عن هذه المواضيع وتبدأ تبحث وتبحث تبحث وهكذا. ننطلق مجددا بعد مرحلة خمود كبيرة نحن المسلمين يعني قعدنا فيها. إذا باش ما نكثرش عليكم، ما نطولش الدرس أكثر من هذا، نلتقي إن شاء الله يوم 28 أكتوبر. سجلوا هذا التاريخ 28 أكتوبر في معرض الكتاب الدولي من الساعة 12:30 إلى 2:30 بعد زوال. نلتقي ونتحدث أكثر إن شاء الله حول هذه الكتب التي تكلمت عنها. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، التعليقات، لكي يعني تصل المعلومة لأكبر عدد ممكن. ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.